شوف وين عبد الله رمضان، غير مكانه، تعليمات المدرب فرانك ديبور. هنا الكره تصل، هذه خطيره ممكن، هذه خطيره ممكن، فرصه تلعب لمصلحه فريق الجزيره. وانتو في المرمى، في المرمى، جول للجزيره، الاهداف الاول ياتي في هذه اللحظات. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. لمساتهم قصيره، وصلوا الى الشباك في الدقيقة 46. هل من فار مرة أخرى سيتدخل في هذه اللحظات أم لا؟ عبد الله إدريس وين رايح؟ وين رايح عبد الله إدريس؟ شوف هنا اللقطة، وهنا الكرة، وهنا المرور، شوف الوانتو. يا سلام يا بوتزويلو، يا سلام يا أليخاندرو، أليخاندرو عاد له الكرة وقال له سجل، خلاص خلصنا، خلاص يا عبد الله إدريس. هذا هو المدافع الهداف، عبد الله إدريس يضرب الشباك ويسجل الهدف الأول لمصلحة الجزيرة بهذه الطريقة. 1-0 للجزيرة في انتظار تأكيدها من الفار. عبد الله إدريس يسرق الأنظار ويسرق 40 جول اليوم، الحديث عن 46 هدف، بينما الكرة بينية خطيرة، محاولة الإبعاد، علي مبخوت، كيبانو، كيبانو يسجل الثاني، كيبانو يصل إلى المرمى ويسجل ثاني أهداف فريق الجزيرة بطريقة جميلة وبأسيست والأروع من طرف علي مبخوت، ملك الأسيست في مرمى الاتحاد، يظهر في هذا المساء ويهيئ الكرة لفريق ولنادي الجزيرة ليضيف الهدف الثاني عن طريق كيبانو. خطأ من الدفاع، عبد السلام محمد يرتكب الخطأ، وعلي مبخوت بنظرة سريعة وتمريرة جميلة وتمريرة ممتعة إلى كيبانو اللي خلص في الشباك. الثاني للجزراوية بعد لمسة مبخوت، بعد تمريرة مبخوت، الجزيرة يسجل الهدف الثاني ويعود في المباراة ليؤكد الحضور الكبير ويؤكد بأنه الأقوى في كل مواجهاته أمام فريق الاتحاد. ثاني الأهداف يا سادة وفرحة الصغار اليوم باحتساب أسيست اليوم، لذلك ملك الأسيست وملك الأرقام أمام الاتحاد. لا بل هو أسطورة الكرة الإماراتية، هذه كرة خطيرة، راحت 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 في المرمى يا عبد الله، في المرمى يا رمضان، في المرمى يا جزيرة، في المرمى. الثالث يأتي في دقيقتين، الجزيرة يقتل الاتحاد، خلص عليهم يا علي قصيف. الثالث يأتي وكأنهم ينهوا المباراة مبكرا عند الدقيقة 63 بعد أن كانوا بعيدين تماما في الشوط الأول. عبد الله رمضان، هنا اللقطة، نيسكينز كيبانو لم يكن أنانيا بل كان بروح الجماعة، ومرر الكرة ومرر اللمسة وحطها لرمضان بكل سهولة. عبد الله رمضان يضرب الشباك ويسجل الثالث، ونحن في حديثنا وفي كلامنا عن الأسطورة علي مبخوت. الله يا جزراوي، الليلة عادوا في الشوط الثاني وتقدموا ب3-0. ابتسامة عبد الله رمضان وأسيست كيبانو ولمسات وفرحة الصغار أكيد في المدرجات. الركنية للجزيرة، 12 ركنية تقريبا في المباراة حتى الآن، 7 للاتحاد، وهذه هي الخامسة لفريق الجزيرة. سيلعب ريتشارد أكونور في الدقائق القادمة. الغاني يرفع الكرة، الكرة خطيرة، أوي يا 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 يا، هدف سينمائي لخليفة الحمادي، هدف ولا أروع، واحد من أجمل أهداف دورينا خليفة الحمادي، والهدف الرائع يسجل أول أهدافه في دورينا بطريقة سينمائية، هدف ولا أروع. شوف الإعادة، يا سلام يا سلام يا الحمادي، يا سلام يا سلام عليك، تسلم رجليك يا الحمادي. الرابع للجزيرة عن طريق قلب الدفاع، قلب الدفاع يصل إلى المرمى ويسجل الهدف الرابع لفريق الجزيرة بهذه الطريقة السينمائية الجميلة. الجزيرة يعلن عن الهدف الرابع لفخر أبو ظبي. 4-0، ويا لها من نتيجة، 4-0. ليلى يسجل فيها المدافعين ويضرب فيها الشباك، وخليفة الحمادي